نتحدث في هذا اليوم عن بعض المسائل المتعلقة بصلاة الجماعة. تاسعا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين لمعاذ لما صلى العشاء وقرأ بالناس سورة البقرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ وفي رواية البخاري: أفاتن. فبعض الناس كما قال ابن القيم يتعلق بهذا، وهذا خطأ. التخفيف مداره ليس على شهوة الإمام ولا على شهوة المأمومين. التخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي فعله. ولذلك في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي كما ثبت قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، والصفات ليست قصيرة. ولذلك الإمام يفعل السنن هكذا وهكذا، ولذلك من السنن التي اندثرت والناس ينزعجون لو طبقت، لكن نريد أن نبين للناس على المنبر حتى يعلموا أنها سنة، فيما لو طبقت لا يحصل تشويش من قبل الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري صلى في صلاة المغرب بسورة الأعراف. ماذا قال أنس رضي الله عنه كما عند مسلم؟ قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما قرأ به من السور في صلوات، هذا هو التخفيف. ولذلك بعض الناس أيضا من بعض الأئمة يخطئ، يعني يقول مثلا الإطالة في صلاة الظهر إطالة يعني جدا، هذا ثبت الحديث بذلك، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بسور قصار بالليل إذا يغشى والليل إذا يغشى، وصلى بسبح، فليكن الإمام أيضا على دراية بما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يأخذ بعض الأئمة جانب التطويل لأنهم يريدون ذلك، ولا يأخذ المأمومون جانب التقصير لأنهم يريدون ذلك، بل الكمال والتمام هو ما قاله أنس رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.